Hey everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Dr. Abu Art in Academy channel. In this video, we are going to answer physics classified questions from the past paper. This question says the density of the air is 1.2. طبعا احسن حاجه الانسان يبقى في دماغه الارقام دي يعني عشان ايه يبقى عنده سنس عارف ان الووتر 1000 كيلوغرام بير متر كيوب، الاويل حوالي 700 800 850، اقل من الووتر بشويه صغيرين يعني. الاير 1.2 1.5 بيكون حاجه صغيره، تمام؟ فبحيث ان بتحسب في مساله مثلا ويطلع لك مثلا الاير مثلا 10 تعرف انها غلط. الاير 1.2، الووتر لما يطلع لك مثلا اكتر من 1050 مثلا اللي هو سولتي ووتر ولا حاجه، تمام، يبقى انت اجابتك غلط. لو طلع 1700 يبقى غلط، لو الاويل طلع اكتر من 1000 يبقى غلط. يبقى عارف الرينج بتاع الايه بتاع الدنسز من كتر حل المسائل وكده، تمام. نرجع للمساله بتاعتنا. The density of the air is 1.2. ده باي ذا واي ذيس از 1.2 نوت 1، ومفيش سبيس هنا يعني، هي 1.2 كيلوغرام بير متر كيوب. A room has a dimensions، واداني الدايمنشن بتاعتها 5 by 4 by 3. What is the mass of the air؟ اكتب على طول القانون بتاع الدنسيتي، رو ايكوال ام ديفايدد في. طب انا يبقى عندي الام ايكوال ايه؟ لو علمت عليها الام يبقى الام ايكوال رو في. دي طبعا القانون برضو ممكن نكون احنا حافظينه كلنا، ام ايكوال رو في. هو عاوز الماس، يبقى الام ايكوالز الرو 1.2، والفوليوم عندي اللينس في الويدث في الهايت، لينس ويدث هايت، يبقى ايكوالز كام؟ 5 تايمز 4 ايكوال 20، 20 تايمز 3 ايكوال 60، تمام. يديني كام؟ 72، تمام، 72 كيلوغرام. تعال نتاكد الاول، يونت ده متر، متر متر كيوب، كيلوغرام 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 كيلوغرام، يبقى ده 72 كيلوغرام، تمام. يبقى الانسر هتكون عندي هي دي، تمام. اتمنى تكون الاجابه على السؤال دوت هي برضو واضحه.